48 ايوه ولا مركز كنت مركز مركز ايوه انايا كيما تشي بني على رحمو استشهد ها استشهد استشهد كي استشهد انايا من بعد بقيت في الطريق نتاعو الطريق نتاعو مع المجاهدين والمحافظين والفدائيين الفدائيين جا مرة على مرة يجوا والمحافظين يدوروا سمعت ولا يا نجيب لهم سلعة أي حاجة كان استيلوات ولا بانشاوات تاع البانتورة نجيب البانتورة البانتورة هذه كتكون نشاط تاع يحيوا الشعب باش الشعب يشوفوا باللي الدولة مازال دولة جزائرية واش يديروا بها يكتبوا يكتبوا الطريق في الطريق باش يفشلوا الاستعمار واش يكتبوا؟ كتبوا تحية الجزائر تسقط فرنسا وللأمام إن شاء الله سمعت؟ أما يا لك كي يكتبوا هكذاك فرنسا كتشوف في النهار تشوف في النهار تمشي تشوف النهار المناشير هذا اللي يكتبوهم الجيش واش هم يكتبونا هذاك يبقوا مستغربين الناس كيفاش هما كيفاش كتبوا كيفاش كتبوا كيف داروا كيف هي وحنا ننظروا باش هنا باش نقوموا بالشيء اللي يقومنا حنا برا والمجاهدين معنا هما خبيين ولكن حنا نجيبوا لهم الشيء اللي ندسوه في المركز في المركز يجي الوقت اللي يكون ما واسمو يسيبوا الغفله باش يكتبوا باش يفشلوا الاستعمار سمعت ينادوا الاستعمار الاستقلال تحيا الجزائر تحيا الجزائر تسقط فرنسا ما عندهم ما ديروا سمع هيا لو كان هيا السيد هذاك انا هي في الحقيقه المناظر هذا المتوربية كان يناظر ثاني كيما انا يجي عندي مره على مره يجي يشوفني هكا ونشوفو جاك اتصال ايه جا عندي وين المكان جا الوقت فضل جا عندي في البقعه وين نسكن كيف يسموها البقعه هذا بقعه كوال فقط كوال جا عندي جا هو ودعم اما كي جاو عندي يشوفوا كيف ما كاين اخبار وعينا فالاستعمار كانوا كان قبل السكنه تاعنا وظفها في الارض البلديه ثم باسكو حنا نسكنوا فوق في الحيط شويه الحيط برا شافوا الكاروسه كي حبست كي شافوها حبست جاو لينا بلي جيب كي جاو بلي جيب فتشونا فتشو السيد هذا قالوا انت يا واسمك قال طولبية وانت يا الاخر ولد عمو ثاني كينا قالوا وانت شنو جيت دير منا قالوا هذا سامي كي قال لهم هكذا فتشو كاروسا صابوه قط صغير تاع بنتوان صغير بيض كي صابوه قالوا شنو كدير انت هنايا هذا انتم هذا مين جاك هذا قالوا انتم كتبتوا طريق صافي بالحد ولا فين جا عندي كتبوها بالحد في الليل للصباح كانوا عندنا ان شاء الله برب العالمين اليوم اللي اجتهدت على نفسي وغدو يوم القيامه رب العالمين يحاسبني عليها بلي هذا الهضر الا كان صح صح ولا ماشي صح باسكو ليا نموت ونتعذب والحساب كاين اللي ربي واحد انا ما زدتش عليها ولا نقص عليها باسكو ليا الشيء اللي صرا فيا كيما هكا ما يا خلونا تما عسينا وفاتوا عند جوطي مركز تاع جوطي شهيد فتشو ما صابو والو عذبو مو عذبوها بالماء شربوها مسكينة كبيرة عذبوها ياك ما صابو والو هما اللي جاو لينا كي جاو لينا داونا رفدونا كي رفدونا هبطونا كي هبطونا بلي جيبات داونا السيد هذا جوطي انا متصل انا وياه بالبنتورة هاذي يرفد معايا وكي كان في واحد الكوان طريق جاي العسكر كي داروا في لافي بلاجيب كان واحد الشوك منا وهو كان لابد الكوداك تاع التصاوير اللي باه يديه يخرج بالتصاوير تاع المجاهدين اما كي شافهم العسكر قاسوا في الشوك كوداك قاسوا بيه بالبيليكيو تاعو اما يا حال لحقوه قالوا الكوان هو بابي صابوا له قالوا له جاوتي قالوا وي جاوتي سيت جاوتي كان في الراك رفدونا معاه هو وانايا طوال بيا وكاين متاخر تاع عمو هذاك كي داونا لكا العذاب
وين كان؟ فوت فضة. عذبونا فوت فضة. عذاب ماشي نقول لك عذاب. يقعنا بل. عذاب تاع مكان لها الوزن. احكي لنا على العذاب. ايه عذاب احكي لنا العذاب هذا كيفاش؟ تريشينتي عذبونا. كيفاش؟ دون تريشينتي. وين يديرها وين؟ دون في وذني. دون في لسانك. في الحصن يشبكوه كاع كي باش باش لازم لازم تهدر لازم تقرب شو الانسان لازم تكون اراده باش تكون قوه باش تفوت باش لازم ما تخرجش كلام ولا ما تخرجش كلام يزيد عذاب على العذاب باسكو يزيدوك عذاب وانت ما كان والو عذاب غير عذاب ما كان والو ما كان ما شت والو ما شت والو هو السيد ثاني كي ما قرش عليه على كل حال مجاهد ذاك المناظر ثاني كينا معنا مجاهد هو سكن في ولاد عباس ويجي عندي انا يعني دائما الاتصال كما هكذا ما كان والو اليوم غدوة اليوم غدوة ما كان والو ثلاثة اشهر الحمد لله على كل حال غلوني وبقيت الناظر حتى للاخر كان عندي الماكية انا مركز ماكية كان زوج ماكينات كاين واحد شايفو هذا الزبير شايفو واحد مو شايفو هذا اللي شافوا قالوا المجاهدين قالوا يا ودي فلان توقف قلت لهم حبسوا رواحكم قالوا قلت توقفوا عندي حبسوا رواحكم عسوا رواحكم انا نخدم له خدمه ما يسيبوش كان عندي انا تراب انا بني بالي بالتراب قلت التراب هذاك وبنيته فوقه صور قليل تاع قصير صغير مش حاجه بس بالقال بالخف تراب بنيته فوقه كيما هكذا جابوا من الدار مرح كامل في الحفر في ديك بلاصة وين دير الاخر فتش يحفر هنا ما يسيبش يطيحوا عليه يضربوه الهواء يضربوه حتى يخلوه يبدل لهم غير هكذاك هكذاك يبدل يبدل ما كاش بد مرح كامل الحفر وما صابوش جبد زوج مثل ما جيران كان واحد تاع مروكي جبدو مروكي يسكن في الجنان عنده مرة هذا جبدو الحق جبدو وواحد اخر حذايا بعيد عليا شويه ثاني كينا هذاك ثاني جبدو الماكي تاعهم جبدو باسكو ما عندهمش حرب كيفاش باش يسلكوا ايصالا سمعت اي خلاص واش فيه الماكي هذا مركز ماكي اللي كشفور اللي كشفور هذوك يتخباو كاش ما نقولوا باسكو يعني قبل البلاد كون كاش ما تجي كون فاجي معنا سيركلاش يتخباو فيه يجي سيركلاش ولا حاجه معناها قال العسكر يدخلوا يتخباو بالله عليهم سايبوا كل واحد فتشوا ما يسيبوا والو ما كيفوت تفوت الاسم تاع الشيخ لاش هذا ما يسيبوا والو يروحوا المجاهدين يخرجوا يخرجوا ام ثم حتى اللي يخرجوا يمشوا ثاني كاين يدوروا الدوره تاعهم باش يخدموا سمعت سياسه كيما نقولوا باش ينموا الاشتراك والناس يديروا سياسه باش الناس تنظم الجبهه سمعت هذه هكذا ايه واحد النوبة عسكر جاو سيركلو سيركلو البقعة كاملة بقعة كاملة سيركلو باسكو ذاك اليوم كاين انسان كاين واحد المراندي اسمع هذا المراندي كان مع الفلشيش وتراندا وطلع وقال لهم كاين اللي الناس اللي نعرفهم في كوال المحيط تاع كوال اكسر كلامنا لمونا كاع لمونا كاع هنا وطلعوا لنا لاكريطا واحد لاكريطا اي تما فوق قبل واد فضه طلعوا لنا تما يبداو يبحثوا بالواحد يشوفوا الواعي يبحثوا انت ايش تخدم وين تسكن ومنا ومنا وليد من ومنا والسيد راه معاهم وعارف بلي الناس اللي يعرفهم يجبدهم احنا في الحق كيف دواء مجاهدين هذا السيد طلعوه ما دهموش للطرف الاول ما قبلوش باسكو اللي يكون جديد كي يكون جديد ما يورولوش المكان تاع المكان يعني ما يديروش يورولو بعيد باسكو ايه يديروش فيه ثقه ما يديروش ثقه السيد هذا كي طلع معاهم قعد بعد راندا كي راندا ما جاب الناس جاب باش يولي لهم الناس اللي كان يتخبى عندهم ويدهمهم ويشوف كيف عاسين المسيدين الماكية المركز ودين قاعد هنا ما يجبدها يبيحها سمع يبيحها أما الحمد لله ما كان الناس اللي قبضهم
هنايا الحقيقة ما طلعش ما دهمنيش أنا باسكو ليا ما دهموش باسكو كيجيبوا في الليل يبغوا إنسان يطلع ولا حاجة قال نطلع معاكم هما ما يدهموش الحق المكان المركز القديم باسكو المركز القديم ثما وقريب للبلاد ما ينجموش يولوه باسكو جديد إنسان جديد هذا يولوه يدوه بعيد نقولوا معناها يقولوا كيما غابة ولا ويدان ولا حاجة ويدان هكذا باسكو الويدان يديروا فيهم كيما يديروا ماكيات فيهم مخبيين سوسهم عازم واسينهم ولا حاجة هذاك اللي يوروه باسكو اللي ما يجبدش الناس حتى بلا تقدم يقدر يخدم يكون مجاهد سوس وعلى حقيقة يعرفوا بلي صحي باش يوروه تمام هذه هاي السبب خويا المركز كاين نحافروه في نحافروه في الشتاء ماشي في الصيف في الشتاء كي تكون نشوفوا النو تيح الناس نحافروه في الليل كاين العساق ونحافروه في الليل والتراب كي نخرجوه نقيسوه كي نقيسوه برا نفركتوه ونجيب واحد سدره نخربشو ذاك التراب نوطوه كاع كينا ونجيبو سدره نخربشو وكي تيح عليه النو صافي قديم هنا كي يجوا عسكر ولا يفتشوا ولا يديروا الاغراف ولا حاجه يفتشوا هنا يسيبوا السدرة تراب قديم يقول كان والو هذا ما كان والو تراب وخلاص ما فيه والو وحنايا لازم الحرب هذا الحرب لازم الحرب باش كيفاش نسلكوا رسالنا ونسلكوا المجاهدين اسمع هما ما ينظروا وحنا ما ننظروا شو اللي يعني نظروا صابوا التراب هذاك وجديد وقال انت من جابوه وربما يفتشوا في عذاب سوسوا وربما يفتشوا سوسوا ما يلقاو ربما يلقاو تعرف ايش كيف وكي هكذا غطوا الشيء اللي ما باش شيء علينا ولا على خواتنا المجاهدين. سنة شحال قاعد في السجن؟ ثلاث اشهر و سمعت ثلاث اشهر و بارك الله فيك.